السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سلام صالح شيف سالم عبيدي. اليوم حبيت اصوركم في شيء كلش حلو هيك، يعني هنا عندنا محلاتنا الدي ام وال اتش ام، انه اذا واحد مثلا جايب هو ابنه مثلا، والبنيه شو هسه عائله مثلا سوت على روحها يعني، فشوف الحلو شنو هنا عندنا، هاي هيك كاملات حاطيها يحفظوها كل شيء. شوفوا شنو بيها، شوفوا عندكم هنا شفوف كفوف معطر خاف اكو ريحه، كلينس دهن مال بيبي، وهذا كلينس مرطب شوفوا، واحد يبدله حفاظات جاهزه كلها مجانا تاخذها. شوفوا كل احجام حفاظات فكلها ناخذها مجانا، وهذا همين شوفوا شو نسوي، هذا انشال هيجي، هذا نقص منه نذب، هذا شوفوا شيء كلش حلو يعني. هنا عندنا موجودين، وهاي مال نظافة من نظفته زين، فشي كلش نشوفه، هاي مال حفاظات هم كلش حلوة، هاي ترفعها هيجي بس نحطها هنا ندوس هاي هي تروح، فشي كلش حلو هذا هنا يعني عجبني. اتمنى بالعراق يسوون لنا هيجي محلات مال كوزمتيك، مال شو اسمه، هاي محلات مال كوزمتيك طبعا، يعني اللي يبيعون شغلات مثلا منظفات مال شغلات يعني كل شيء يبيعوه هنا متعلق بالبيت بالنظافة. فيلا المهم حبيت اصور لكم اياها، فنقول لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك، تحياتي لكم شيف سالم العبيدي من المانيا مع نفس الهاي. وهاي الزبالة مال الحفاظات هيك تصير شكلها، شوفوا شو تسوي يعني من نذبها الحفاظة، شوفوا شلون هيك طريقتها، من نذبها تجمعها تسويها صغار بهالشكل، يعني مو انه شوفوه هيك تعبتها يعني، فشي كلش راح اشتريها، سعرها 12.95 تفيدنا، فراح اشتريها هاي اللي هي نفس هاي شوفوا. يلا حبيت اسوي لكم اياها، وهاي المحل مال كل مكان عندنا موجود، هذا متوفر هنا، هنا قسم خاص مال الاطفال، كل شيء موجود، ملهيات مميات، هذا قسم خاص اللي وهذا اللي قلت لكم عليه كله ببلاش. شوفوا هاي هنا همين، هذا ما ادري ما شنو ما اعرف، ها اذا تريد ترضع مره تريد ترضع ابنها، شوفوا شلون هاي حاطي لها قاعده هنا وختله حتى لا يبين شيء، شوفوا هاي هنا، وهاي من هنا مال الحفاظات، هذا قسم خاص كله مال البيبيات، فشي كلش حلو رائع. السلام عليكم اصدقائي، هسه هاي اشتريناها، شفتوا التصوير فيديو، وهسه راح افتحها. طبعا مهمه لكل واحد عنده طفل يلبس الحفاظه، ليش؟ تعرفون الحفاظه ريحه، وبالبيت يعني واحد مو كل شويه يذبها، لازم يوم كامل يخلص يلا يذبها. فراح افتحها، اشتريتها وخلينا نشوف تجربتي شلون، طبعا لا دعايه ولا شيء لها، بس مجرد حبيت اشارككم بيها حتى شنو؟ شفتها فد شيء والله يعني حلو، نظافه يعني البيت. شوفوا هاي داخل الكرتونه، هاي الوصف مالتها، هاي بداخلها تجي اول شيء، وهاي غلاظه، وهاي هنا الكتالوج مالتها شلون واحد يربطها، خلي نشوف هنا. طبعا يجي هي هذا الكيس مال، ها هذا الكيس مالتها، شوف هسه هاي ما يحتاجها، تشوفون هذا من هنا، هذا بها روله، لازم شنو نشده من هنا ونحطها، حتى شنو كل ما ندفع الحفاظه من هنا، شوف تنزل الحفاظه مثلا هنا، شو يصير؟ هاي الروله شو تسوي؟ شوفوا من هنا قالوا تفروها، من الفرة شوف شو يصير؟ يصير على شكل عقده، شوفوا تصير على شكل عقده، طبعا هسه اليوم ما بيها حفاظه، بس شوفوا شلون تفتر، شوفوا اصدقائي هاي تفتر تصير على شكل عقده، وتجي الحفاظه هنا. اذا تريدون هيك كل وحده بوحده تسووها تصير، اما توفرون اكثر تنزلوها تخلون بيها حفاظ، تخلون بيها حفاظات اخير شيء اخر الليل تسدوها حتى ما يطلع ريحه، اوكي؟ فهاي كلش حلوه. اذا خلص الاكياس مالتها قالت هاي ترفعوها من هنا، شوفوا هاي الاكياس يبيعوها، هاي مالتها سيت واحد يجي بيه ثلاثه، هسه يجي وياها واحد وياها اصلي، سيت ثلاثة يصير سعره ب 12 لا ب 10 يورو بثلاثة من هاي،
وهاي تطول يعني مو انه شويه بيها. خلص بس هيجي هاي تنحط هنا تنحط هاي بهالصفحه شوف هنا هاي تدفع حتى ماكو داعي واحد يلزم بيده. تنحط بهالشكل تنسحب من هنا اها وهاي هسه بهالطريقه من هنا هي طبعا ان شاء الله نظافه لا اكثر ولا اقل. كبسه عليها هسه وهاي حبيت اشارككم هاي بيها. فنقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناه ولايك. تحياتي لكم شيف سالم عبيدي من المانيا مع السلامه.